مدير السلطة عدنان المدني عام 1988 وبيحكي ازاي العمال صرفوا في هذا الاضراب والاعتصام لحين تحقيق كامل مطالبهم. عمال الصلب اقوى من الصلب نفسه ومش هيتراجعوا الا لما مطالبهم تتنفذ. ان شاء الله ونوجه لكم التحيه. حركتكم النهارده عمال الصلب وكل عمال مصر من اجل عداله اجتماعيه تغيير السياسات القديمه لازم يحصل. تغيير السياسات القديمه لازم يحصل والشركه دي الشركه المهمه دي الشركه العملاقه دي اللي بيتكلموا عنها في الجرايد وبيتكلموا عنها في كل مكان وفي وزاره الاستثمار كل طلبة فيها اتبنت على اكتاف عمال هنا وعمال سابقين. المصنع ده اتبنى بعرق وعلى اكتاف عمال الحديد والصلب. على جثتنا. والمصنع ده عمال الصلب مش هيسمحوا. الشركات القريبه مننا اللي عملوا معاها نفس السياسات وخصخصوها وعمالها النهارده احسن واحد فيهم يا راكب تاكسي يا جاي فاتح كشك ده الحلو فيهم. اللي مش حلو فيهم هتلاقيه غالبا في السجن. شركه الحرير شركه الحراريات وغيرها من الشركات اللي سلمت مصر للسيارات كتير من شركات حلوان اللي فككوها وخصصوها وادوها للحراميه مصمصوا اللي فاضل فيها وبعد كده عمالها بقوا في الشارع بعد مده خدمه طويله جدا. عمال الحديد والصلب مش هيسمحوا بتكرار السيناريو مع الحديد والصلب. الحفاظ على المصنع وزي ما اتعلمنا من العمال طول الوقت بالروح بالدم رزق عيالنا اهم. 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 ورزق عيالكم هو الشركه. مش هنروح على البيوت يا الارباح يا اما نمور. مش هنروح يا حربية ويا داخلية.